Everyday Heroes. أم حامل تحاول إنقاذ ابنها من خلال مصي ثم الأفعى المجلجلة من قدمه. قامت أم من شمال كاليفورنيا بتعريض حياتها وحياة جنينها للخطر بعد أن دفعتها غريزة الأمومة إلى إنقاذ ابنها الذي عضته أفعى مجلجلة فقامت بمص السم القاتل. كانت جاكلين كارامازا تمشي برفقة ابنها فيني على طريق بولستون باكتيريان. توقف الولد لبرهة ظنا منه أنه داس على براز كلب، لكن البراز أصدر صوت جلجلة ومن ثم تلقى فيني عضة ووقع على العشب، فهرعت كارامازا وخلعت الحذاء من قدمه لتجد آثار أنياب الأفعى في قدمه يا سادة. بينما تسلل السم إلى جهاز الطفل الدموي إزرقت قدمه وتورمت. قامت كارامازا بمص السم من قدم ابنها حيث سبق وأن رأت أحدا يفعل نفس الشيء في مسلسل بونانزا. ولحسن حظها لم ينتشر السم القاتل في جسمها وفي جنينها، وتحذر وزارة الصحة من فعل هذا في البيت، لكن كل ما عليكم فعله يا سادة هو غسل الإصابة بالصابون والاتصال بالطوارئ. أما فيني فهو بخير الآن ويتعافى في بيت أهله، وبغض النظر عن تهور الأم إلا أنها أنقذت ولدها بشجاعة.